طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. هو هذا المشكل هذا السيني حنا نتعانوا منه اخايا هنايا، حنا مزوجين اولاد ديالنا كنقولوا بالخلايا من هنايا، دابا ساعه نطلعوا نهودوا من هنا الله يحفظ اللي مات واحد الطرف كبير من هنايا، انا خاف عليك النهار اليوم ولا غدا الله بات فيا تجي واحد اخر هنا داك تبيعوا التيه هنايا ويحاولوا ما خاطرين حنا بولادنا هنايا، وانا كنغوتوا عليهم اخي معنا حتى حل، كتشوفوا بعينكم الحمد لله كلشي كتشكل خطر كبير عندنا ماشي عليا انا الحي كامل. مش انا بوحدي كنهضر الحي كامل تسقسي اي واحد من البياع واش الراي ولا في الشارع هذا كلشي كيدار لها هذا الشاخي وحنا كنعملوا الجهد ديالنا وكما على الله حنا كنطلبوا منه المسؤولين خالص شوف معنا شي حال في هذه المصيبه حتى ما تحبط حتى شي واحد شي نهار دافع الله يحفظ حنا من السكنات هذا الحي وكان نقدموا الشكايه للسيد الوالي شفنا الحل في هذه القضيه هذه راه السور هو مايل يقدر يتاح على الناس على الاطفال هنايا على السوق من هذا طالع هود وحنا كنطالبوا بشي حل نعم السوق راه المره كيجوز من هنايا بزاف السوق عامر كيكون وهذاك راه الا طاحت غتكون واحد الكارثه الله يحفظ يا ربي حنا سيدي كنسكنوا هنايا بالمصلى بحي المصلى حدا الزنقه ديال ختي تما بين الزنقه 74 كنتمناو سيدي هاد الدار عند العمر ديالها شي 120 عام او ما يزيد على 120 عام هي الان دابا باهله للسقوط حنايا كنسكنوا بالجوار ديالها ولادنا كيمروا من هنايا من هنا الذهاب للمدرسه كنتمناو من سعادة الوالي ديال طنجة التدخل السريع من أجل حماية المواطنين ماشي من أجل حماية المواطنين أن وليداتنا هنا كيدوزو الناس كيدوزو الناس كتبيع وكتشري وهما مستعدين باش يساعدوا بهذا الشيء وإنما الولاية هي اللي خصها تدخل الله يرحم بها الوالدين عتقونا من هذا الفخر اللي هو أهل السقوط بأي لحظة الله يجازيكم بخير هذا الشيء هذا سبق له طاح هنايا شي داخل كاينه بزاف وعلى بيع وشرايا كما كتشوفوا كل شيء قريب راه في اي لحظه تهدد في السقوط والناس كاملين مخلوعين كنا دابا مرات كتكون كيكونوا جايزين كيهاودوا ديك التراب وديك هذيك كيتهاود بحق من داخل السقوف طايح مره يعني بقات غير الواجهه اللي مدوره بحال اللي تقول السور دا السقوف اللي داخل كامل طاح كنطلبوا اخي من السلطات تجي تشوف هذا الشيء هذا تدخل في اي في اقرب وقت اخي ماشي تجي وتعملنا الحدايد هنايا و راه الحدايد ما غيكاليو شي الدار مطيح فهمتي من السقوط الناس كيقولوا لنا كيخافوا دابا مثلا هذه عامل الحدايد هنايا هذا الحدايد هادو اذا طاحت ما عطاش في ذاك المكان الحدايد عاد طيح ها فين شوف لان ما عاد طيح ما ساوت شي نيشان عاد تبع عاد طيح وكنطلبوا الله عندك الله يحفظ توقع شي روح حتى عاد يقولوا حنا ما خبرنا شي وحنا عينا ما نخبروا ولكن خاصنا 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 الحل راه هنا الممرض الحي وكل شيء هذا الحي معروف مصلى كيتكتظ بالمرور ونطلبوا الله السلامه ما خصهاش توقع بحال شي حوادث وقعوا شي مدن يعني كيف الدار البيضاء وقع خاصنا هذه المساله ما تكررش ويشوفوا الحال يعني خاصها تجي اماندي تزول الضوء لان حتى هو كيشكل خطر اذا طاح يوقع حتى الناس من الضوء يوقع الخطر والمره يعني ماشي سير هذا اللوح ولا شي حاجه الا ما تبين حنا كنجاو نعلمونا كان جاب واحد التاشرون علمونا ان الجمعه ما نفتحوشي باش يجيو يطيحوها ولكن عام بعد اتضح ان ذاك التاشرون ما يخدمش شي اسباب الله اعلم ونطلب الله هذا الشيء يوصل للعموم الله يجزيكم بخير بارك الله